طبعا غادي نخيط معاكم السروال. اول حاجه غنبداو بها هي خياطه ديال الجياب. نجيبو هنايا السروال، هذا هو الوجه ديالو. هذه قطعه ديال الامام في غيكون الجيب. غنجيب هذاك الطرف ديال الجيب اللي فصلت، هذو اللي قطعت لهم هذيك 5 سنتيم على 14 هنايا، بحالهم بحال السروال. هنا ندير الوجه، عند الوجه هنايا ونحط هكايا، نقادهم من هنا وندوز بسنتيم ديال الخياطة. هنايا درت كرانات هنايا باش يدور لي الجيب من قلبو يجي داير. دابا غادي نقلب هاد القطعه لداخل، فهمتي؟ ها هي مخيطه هنايا، غادي ندخلها من الداخل وندوز عليها بعبر الصباط. غنشد هاد الخياطه هكايا وندوز عليها بالعبر ديال الصباط. نشتو هكا، هادي هي القطعة الأولى، هي من الداخل. غنجيبو القطعة الثانية غنحطوها هكا عليا من الفوق، هاد الوجه هذا هو اللي غيكون هكايا عاطي لهنايا. الوجه ديال هادي غيكون هنايا محطوط، وهذا الكفة ديالها من الفوق. صافي، نقد من هنايا من هاد البلاصة هادي. نجيب بانكات نشد بيهم من هنا، نشد من هنايا. غادي ندوز بالخياطة من هاد البلاصة هادي، ندور هكايا على هاد القطع بجوج، نخيطهم. صافي، هادي هي الفتحة ديال الجيب ديالي. هنا جبت هادو ديال الامام اللي ركبت لهم الجياب، هذا هو الجيب ديالنا. والجيه الثانيه حتى هي راه درت لها الجيب بحالها بحال هذه الاولى. غنجيب هاد الحرده ديال الامام غنلصقهم هكايا. هذه هي الحرده ديال الامام، غادي نخيطها. لصقت الحرده ديال الاماميه هذه. كما قلت لكم التومينكم كيتيري ضروري تجبدوه في الخياطه باش من تجيو تلبسوه من تكونوا لابسينه ولا هذا ما يبقاش يطرطق، داك الخياطه كتبقى طرطق. ها انت كتجبدي الخياطه، واخا كتجبدي دابا ما غاديش يطرطق الخيط، ما غاديش يتقطع. خلصق الحرده ديال الظهر ديال الخلف هي هذه، هذه هي الحردة ديال الخلف. هذه الخياطة اللي غتكون في الظهر. دابا غنجي باش غنلصق داك الباندا اللي غندير حمرة هنا في الجنب، هذه هي الخياطة ديال الجنب ديال السروال. غنلصق هاد الطريف هذا غنزيدو هنا باش يكمل لي الباندا الطول ديال السروال. جاني كتب كان عندي ناقص ما كفانيش في الباندا. هاد الخياطة
الخياطه اللي درت هنايا غتجيني الفوق، تجيني حدا الجيب، غادي نبدا دابا من التحت. هذه هي المونش ديال السروال من التحت في غيكون، هذا هو الوجه والباندا عاود، هذا هو الوجه ديالها. غندير الوجه عند الوجه هكا، نبدا من التحت، نشد هنايا بالبانكا هكا. من الاحسن نمشي معاها بالبانكات هكا كلها، انا سقطتها هنايا بالبانكات، غنمشي معاها بالخياطه هكايا. غادي نلصقها اول حاجه بالسورجي دابا، وعاد ندوز عليها بالخياطه بهذه الطريقه. ما جبدوش هاد الباندا هادي، وما جبدوش التوب ديال السروال، شي هما مرخوفين. صافي انا لصقتهم هنا بالبانكات، وغندوز عليهم معاهم السورجي ونعاودهم بالخياطه. هذا السروال ديالي، هذا ديال الخلف، ها الحرده ديال الخلفيه هادي، والباندا لصقتها اول حاجه في الخلف هنايا، درت لها السورجي، ودابا غنعاودها بالخياطه. شفتو انا خيطتها مع هاد الجهه هادي، دابا غنولي نلصق فيها السروال هنايا. غنجيب هاد الظهر غنخليه هكا، وهذا ديال الامام، غنحطو هكايا عليه. هذا الوجه وهذا الوجه، غنحط الوجه عند الوجه. نبدا الخياطه من هاد البلاصه هادي، ونمشي معاها بالخياطه، ونولي نعاودها عاود بالسورجي. هنا السروال راه مونطيتو من هاد الجهه هادي، بديتو من هنا من التحت، مشيت معاه في السورجي. هاد الجهه هادي مونطيتها حتى هي بالسورجي، دابا غنعاودها بالماكينه هادي غير جهه وحده، وغادي نعاود من هنايا. هنايا الدوره ديال السروال من جهه البطن، كنعبروها كامله، كندوروها كنعبروها، وكنقطع واحد الباندا على العبر ديالها، كندورو هكا بالسنتيم مع الدوره ديال السروال هكا، كنعبروها وكنديروا باندا هنايا. كندير الطول ديال الدوره ديال السروال، راه مطويه على جوج. هادي جهه غتكون ديال الامام، وحده ديال الخلف، والعرض كندير فيها 12 سنتيم على حسب البلاستيك اللي عندكم عريض. انا عندي فيه شي 5 ديال السنتيم، وكتبقى لي داك 2 سنتيم ديال الخياطه. صافي دابا هنايا غادي نلصقها من هاد الجهه هادي كما شفتوا هنايا. هذه هي الباندا، غندورها مع السروال هكا، ندوز معاها بالخياطه. صافي هذه هي الباندا ديالنا، غنجيب لاستيك. الا بغيتي تعبري على هاد الباندا، كديري النصف ديال الباندا
هذا هو النص ديالها، وكنقطع هنايا. ولا كديري عينك ميزانك تشوفي على حساب الكليانه ولا راسك، الا كنتي شدي العبار راسك. انا هاد القياس راه كافيني. صافي غنجيب هاد الباندا ديالي، غنجيبها هكا في الجهه اللي راني ملاقيه فيها ديال الخياطه. غادي نعبر النص ديالها فين هو، هذا هو المنتصف. غنجيب هاد لاستيك ونحطه هنايا المنتصف ديال هاد الباندا، ونقلب هاد الجهة هادي اللي عند هادي. صافي وغنشد هنا بالبانكا، هادي هي الباندا ديالي. غنجي الجهة الأخرى هاكا من الكفة من الداخل فيني عندي الخياطة، غنشد عاود المنتصف ديال الباندا. وغادي نطوي عاود عليها هكا، ونشد هنا بالبانكا. وي غا هدا غنشدها هكا ونجبدها في الماكينة. غنحط ليبرة هنايا في المنتصف ديال اللاستيك باش ما يبقاش لاستيك يتقلب اليمين، نكون لابسه الكيط ما يبقاش يتلوى. غادي نشدها هنايا بالخياطه بعدا الاولى، ونبقى هذا وكنجبد. دابا نشد هنا في هذا المنتصف ديال الباندا وديال لاستيك هكا ونجبد. نحاول نقد هنايا هذا هو اللاستيك ديالنا. دابا غنعاود له خياطه اخرى هنايا باش ملي نجي نلصقو في السروال ما يعذبنيش. غنشد هكا هاد الجيات هادو بجوج كما شفتو هكا، غنشد هنايا وغندوز بالخياطه، نخلي سنتيم وندوز. هذا هو السروال، غادي نقلب السروال. هذا هو السروال ديالي راني قلبته، هذا الكفة. غنجيب الباندا وغنحشيها هكا من الداخل، غنجيب هاد الخياطة اللي عندي في الباندا هنايا اللي لاقيت بها الطراف بجوج، نديرها هنا مع هاد الخياطة ديال الأمام. غنجيب عاود المنتصف ديال الباندا هكا نقسمها على جوج، هذا هو المنتصف ديالها، ها الخياطه فين عندها. وغنشدها هكا مع الخياطه عاود ديال ديال الخلف ديال الامام، عفوا هذا الخلف وهذا الامام.
صافي. الا بغيت نشدها من اربعه الجهات عاود نجي هكايا فين دايره البانكات نقسمها عاود على اربعه ونجي لهنايا للمنتصف ديالها ونشدو هنايا فهاد البانطا اللي عندي هنا حمراء عاود ندير البانكا عاود نجي للمنتصف هنايا ديال هاد الجهه هادي الثانيه عاود نشدو هنايا مع هاد الباندا الحمراء صافي. دابا شديتها من ربعه ديال الجهات وندوز للصقها غنشد هاد الباندا هادي مع السروال هاد البانكات اللي درت هذا هو لاستيك ديالنا هادو هما الجياب ديال السروال كما شفتو. دابا غادي نصاوب الباندات اللي غيكونوا من التحت ندير لهم الباندا هنايا السروال من التحت ثم الباندات اللي فصلت معاكم ديال السروال غادي نجيب هكايا غنجيب هذا هو الطول هذا العرض غنجيب الطول نقسمو هكا على جوج هذا الوجه ندير له هكا وندوز عليه هنا بالخياطه سنتيم نخلي سنتيم وندوز بالخياطه غنحل هكايا الخياطه اللي عندي هنا نجيب السروال غنقلبو غنجيب هاد البلاصة هاد الخياطة فين درت هنايا البانكا وغنديرها هنايا مع هاد الخياطة اللي عندي هنا في الجنب هادي هي الخياطة اللي عندي هنايا في السروال وغنحشي الباندا لداخل هذا الوجه ديال الباندا مع الوجه ديال السروال وغندير هكا البانكا نشدهم تجيني الخياطة مع الخياطة وغنشد عاود بالبانكا هنا صافي. هاد الباندا هادي غنجبدها باش تجيني قد السروال هذه هي الباندا ديالي دابا نصاوب الباندا الثانيه ديال السروال الاخر نفس الطريقه غندير لها هذه هي الباندا ديالنا درت لها دوس لها السورجي من الداخل هنايا هذه هي الباندا الاولى ديال الكم الاول هذه ديال الثاني وهذا الموديل هذا راه جديد ديال هذا العام كيجي زوين في اللبسه البنات. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تدعمونا بلايك وبالاشتراك في القناه وكنقول لكم شكرا اللي كيخلي شي تعليق زوين كنقول لكم شكرا بزاف بزاف اللي كتدعموني
وما تنساوش تزيدوا تدعموني ان شاء الله باش نزيد نعطيكم الجديد.